سيدنا لمن يا بويا يا بويا شو حالي مشكي الله من تشكيلي تخصص لار اون ديريكت كنت قمت باكبر لوحه 99 متر مع اميستي انترناسيونال ضد الاعدام ومعروفه السعيد الوطني السعيد الدولي في اطار لار اون ديريكت في اطار ليكسبريسيونيزم والقضايا ديال حقوق الانسان. جات الفرصه في مدينه سطات اللي هي مدينه ثقافيه ومدينه فكريه وتقترحت عليا من الاصدقاء وخاصه صديق سي مصطفى صاحب المقهى وسي طريق فنان تشكيلي معروف مدينة سطات. المهم هذه اللوحة هذه تعبر عن مدى احترامي لهذه المدينة السعيدة. كان اقتراح من الاصدقاء انني ندير لار اون ديريكت ودرتو وانا فرحان من تنقول لك جمالية المدينة بقوتها لان اللون الاصفر معروف اطار القوة الراديكالية في اطار المنطوق السياسي والنوار اطار يعني ديك لا فيناس لا كلاس ديال المدينة. كنا طلبنا منه دعوة انه يقوم بصفته كفنان تشكيلي في مدينة سطات انه يقوم لنا بفن اون ديريكت على حساب انه هو كالعادة معروف بد الفن. وكنا ناقشنا مسألة مع صاحب مقهى لابيش مصطفى البصري وتا هو بالحس ديالو الفني والاحساس ديالو بحب المدينه كان الترحيب ديالو 100% والحمد لله والشكر لله تمت الامور بنجاح. كما كتشوفوا يعني اللوحه تعبيريه على مدى الحب والتقدير ديال الفنان عثمان الشملاني والمسؤوليه ديالو الفنيه.